خلينا نجيب جبهة الخلاص الوطني ونحب نختم الشأن السياسي بجبهة الخلاص الوطني. البعض يرى أنها في موت سريري، في حالة موت سريري. البعض يقول لك جبهة الخلاص الوطني تنتظر رصاصة الرحمة، يعني شحوية جبهة الخلاص الوطني اللي أصبح حضورها فقط يتمحور حول وقفة أسبوعية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين. هذه الوقفة تقريبا أصبحت وقفة رمزية أكثر منها وقفة جماهيرية. يعني اليوم جبهة الخلاص الوطني تشكلت في وضع أو في ظرفية كان فيها انقسام سياسي حاد في البلاد، وكان ثم عدم قدرة على تجميع القوى السياسية، ولكن جبهة الخلاص الوطني نجحت في أنها تردم التناقضات اللي موجودة بين الأطراف السياسية اللي منضوية في داخلها. كي تستعرض هذه الأطراف وترجع بذكرتك شوية التالي، تقول كيفاش هذوما الناس نجموا يجتمعوا مع بعض. وهذا يحتاج تحية ويستحق تحية إكبار لكل هالقوى السياسية اللي استطاعت أنها تقفز على تناقضاتها البينية وأنها تلتقي حول رؤية سياسية موحدة ضمن جبهة الخلاص الوطني، وهذا إنجاز في حد ذاته. جبهة الخلاص الوطني وقدرتها على الفعل في البلاد، جبهة الخلاص الوطني الآن تقريب حوالي سنتين، ما عدا 6 شهور الأولانيين تاع مواطنون ضد الانقلاب، ولكن طوال سنة ونصف تقريبا وجبهة الخلاص الوطني هي تقود في المعارضة ضد هذا الانقلاب، تقود في المعارضة من خلال الاجتماعات، من خلال المسيرات والمظاهرات، من خلال الوقفات الاحتجاجية، من خلال الحضور الإعلامي الكثيف، من خلال الاتصالات وغيره. بالتالي وقت اللي نحصيه العمل اللي قاعدة تقوم به جبهة الخلاص الوطني فإنه نلقاه عمل كبير وكبير جدا. جزء من حالة الوعي اللي بدأت تنتشر الآن لدى النخب السياسية ولدى الشارع التونسي حول خطورة هذه السلطة وضرورة إسقاطها، يرجع فيه الفضل للجهد الكبير والمثابرة والصبر اللي قامت به جبهة الخلاص الوطني. ما ننساو جبهة الخلاص الوطني تقريبا عملت اجتماعات في كل الولايات، تقريبا في كل الولايات من الجنوب إلى الشمال، واستطاعت أنها تتحدى الحصار الأمني وتفرض. ما ننساوش أيضا أن جبهة الخلاص الوطني قدمت شهيد اللي هو رضا بوزيان الله يرحمه في شارع محمد الخامس في 14 جانفي في ذكرى 14 جانفي. ما ننساوش أيضا اللي جبهة الخلاص الوطني قدمت معتقلين الآن موجودين في السجون، ونذكروا اللي راهو عدد المعتقلين الآن يتجاوز 40 معتقل سياسي بين سياسيين ونشطاء مستقلين. أيضا قدمت جبهة الخلاص الوطني من قياداتها جوهر بن مبارك ورضا بالحاج وشيماء عيسى، هذوما كانوا في الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، ثم أيضا الأستاذ عصام الشابي، غازي الشواشي، اللي هما صحيح ما كانوش في جبهة الخلاص الوطني ولكن كان ثم التقاء وكان ثم تقاطعات على مستوى الرؤية السياسية. وأيضا قيادات حركة النهضة، رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي، علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، سيد الفرجاني النائب بالبرلمان الذي وقع عليه الانقلاب، سيرياض بالطيب وزير التنمية والاستثمار الأسبق، سي محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق، سي محمد صالح بوعلاق مسؤول مكتب حركة النهضة بباجة، أحد أعضاء مكتبها الإعلامي سي محمد المزوغي، سي يوسف النوري عضو مجلس الشورى، سي حبيب اللوز أحد قيادات وقيدومي حركة النهضة. الأسماء عديدة ويعذروني لخياني إذا كان نسيت بعض الأسماء، بل أنا نقول لك الآن وإحنا نسجله في اللحظة هذه مسؤولة المكتب الجهوي لحركة النهضة الآن في هذه اللحظات هي تخضع للتحقيق، وربما بعد البرنامج هذا تو نتثبتوا هل ترى وقع إيقافها وإلا لا لدى فرقة مقاومة الإرهاب بوشوش. بالتالي جبهة الخلاص الوطني ومكونات جبهة الخلاص الوطني مازالوا يقدموا في التضحيات من بين قياداتها، من بين رموزها، من بين مناضليها وكوادرها، وهذا في حد ذاته دليل على حيوية وحضور وقوة حضور هذه الجبهة ومكوناتها. بالتالي اليوم القول بأنه جبهة الخلاص في حالة موت حقيقة هذا لا يتوافق تماما مع حقيقة الواقع، وهنا على في مفتتح سنة سياسية قادمة، وأكيد أنه حضور جبهة الخلاص باش يكون مكثف خلال السنة السياسية القادمة. فما خطة حضرتها أنتم للتعب والحضور الميداني خلال الفترة القادمة؟ وكما قلت أنت نحن على أبواب سنة سياسية. هي مش خطة للتعب وللحضور الميداني لأنه الآن هذاك أصبح تحصيل حاصل وأصبح عمل روتيني، ولكن ثم تصورات لتطوير
عمل الجبهة في سنة سياسية ستكون مهمة ومهمة جدا، اللي هي السنة السياسية هذه اللي احنا باش ندخلوها خلال الشهر القادم. بالتالي أكيد هذا قاعد جاري الآن ضمن النقاشات الداخلية الجبهة. نعم.